شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الثور بالأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2023؟ الأيام الأولى من الشهر بتحمل إيجابيات يا عزيزي، كما بتحمل أوقات بعض السلبيات. مطلوب منك الكثير من العزوبة والليونة لتاريخ السبت 4، يعني خليك رايق لحديت يوم السبت حتى تقدر تحاصر كل المستجدات المعاكسة. حياتك المهنية بتعرف حظوظ كتيرة تتناغم مع شروط جديدة توضع بهالأثناء. مطلوب منك التناغم مع جو معين والتكيف بعيدا عن الاعتراض. يمكن تفكر بشراكة أو يمكن يطلع عبالك أنك تتعاقد أو تتحالف مع فئات أو أطراف مهمة لإلك بالعمل، أو هن يمكن يطالبوك بهالشي. الحدس بيدلك على الخيار الصحيح. بتفاوض بين الخميس 2 والسبت 4 بعض الأطراف بهالمجال، ويمكن تتوصل لاتفاق بين 3-7 يعني آخر هالأسبوع والخميس 9 يعني أوائل الأسبوع الجاي. هالأيام جيدة جداً، بس ابتعد عن الخلافات والصراعات يلي بترتد عليك سلبا بين الأحد والتنين. الأحد 5 والتنين 6. ما تنسى انه في شمس وميركور بالعقرب عم بتطوقك، هيدا وضع فلكي عم بيطوقك جدا، مع مارس كمان يلي بيحد من حريتك وبأيدك. تضطر للإذعان لبعض الشروط أو القبول ببعض الشروط ولو كانت شوي قاسية عليك.